وباعتباري أحد ضحايا التعذيب ضمن الكادر الطبي، فمنذ ذلك الوقت لم تتحسن أوضاع سجون التوقيف في البحرين، خصوصا سجن التحقيقات الجنائية، حيث لا زلنا نستلم دون انقطاع تقاريرا جديدة عن التعذيب والمعاملة اللا إنسانية خصوصا ضد السجناء. التعذيب ممارسة ممنهجة في البحرين تصاعدت وتيرتها منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد عام 2011، ولا زالت تمارس في سجون البحرين المختلفة، ومنها سجن التحقيقات الجنائية وسجن جو الذي شهد حالات من التعذيب الشديد والمعاملة القاسية إثر اندلاع انتفاضة المعتقلين فيه في شهر مارس من العام الماضي. من المؤسف أن أقول أن مسلسل التعذيب لا زال مستمرا، وخصوصا عندما شاهدت في أحداث سجن جو في 10 مارس بأن التعذيب فاق ما كان يمارس في بداية الثورة. المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد إخوان مانديز قدم تقريرا اليوم أمام المجلس، وأشار فيه إلى ممارسات التعذيب في البحرين وإلى عدم تمكنه من إتمام زيارته المقررة إلى البلاد وتحت ذرائع واهية. Since then, the government of Bahrain has come out and said that they believe that Special Rapporteur Mendez is biased on the issue of Bahrain. We believe this to be categorically false. We think that the government is really all they're doing is just inventing excuses to continue to hide the fact that they continue to torture their citizens from the rest of the world. هذا الواقع المزري يستدعي اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مناسبة من أجل وقف تلك الممارسات اللا إنسانية الجارية في سجون البحرين. على المجتمع الدولي أن يعمل بكفاءة وقوة من أجل إجبار السلطات البحرينية من أجل إيقاف ممارساتها في التعذيب وغيره من الممارسات التي تحط بالكرامة الإنسانية، ولا شك أن الحرية قادمة مهما طال الانتظار. والتعذيب في البحرين مدرسة وضع أسسها البريطاني إيان هندرسون الذي تخرج على يديه عشرات الجلادين ممن لا زالوا يذيقون شعب البحرين الويلات في السجون. التعذيب ممارسة حضرتها المواثيق والعهود الدولية، لكن سلطات البحرين لا زالت تصر على استخدامها من أجل الانتقام من المعارضين والناشطين البحرانيين، مما يستدعي تدخلا عاجلا من لدن المجتمع الدولي لحمل هذه السلطات على وقفها. ساهر عريبي للبحرين اليوم من قصر هيئة الأمم المتحدة في جنيف.